السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقدم لكم أخبار الزمالك وبعض أخبار المنتخب والأخبار العامة. يحتفل نادي الزمالك اليوم الأربعاء بمرور 111 عاماً على إنشاء النادي، وهو أحد قطبي الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب. منذ تأسيسه في 5 يناير عام 1911 كنادي رياضي وثقافي واجتماعي، الزمالك يعود اليوم الأربعاء إلى التدريبات بعد الراحة السلبية الممنوحة للاعبين. صرف مسؤول نادي الزمالك قبل أمس الاثنين مكافآت الفوز ببطولة الدوري الممتاز للاعب الفريق الأبيض، حيث حصل كل لاعب على مبلغ 150 ألف جنيه. يرفض مسؤول نادي الزمالك فكرة التفريط في مصطفى فتحي لاعب الفريق الأبيض، وذلك بعد العرض الذي تلقاه اللاعب من نادي التعاون السعودي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. مصدر مقرب مصطفى فتحي أكد يمتلك بعض العروض من السعودية وبالتحديد عرضان، وفجر المصدر مفاجأة بالتأكيد على أن مصطفى فتحي تلقى اتصالات من بعض مسؤولي الأهلي عن طريق وكيله أحمد يحيى، وعرضوا عليه الانضمام للفريق واستطلعوا رأيه في الأمر برمته. وشدد المصدر على أن العرض المالي لأندية السعودية حتى الآن أعلى من العرض المقدم من جانب الأهلي. نقلا عن جريدة الوطن، أشرف بن شرقي تحدث مع بعض زملائه المقربين في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقفه النهائي بشأن تجديد عقده مع الأبيض خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن اتخاذه قراره بالرحيل عقب نهاية الموسم. وقال مصدر مقرب من اللاعب أن أشرف بن شرقي أنهى اتفاقه مع أحد الأندية الخليجية خلال الأيام الماضية، لكنه يرفض الكشف عنه انتظارا لانتهاء الموسم الجاري حفاظا على تركيزه مع الفريق خلال الفترة الحالية. أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الثنائي أحمد سيد زيزو وطارق حامد لاعبي فريق الزمالك مطلوبان في الوقت الحالي بالدوري السعودي. زيزو يعتبر خيار ثاني لفريق أهلي جدة السعودي، حيث تعتبر الأولوية بالنسبة لهم بالتعاقد مع نجم يتواجد في الدوري الإنجليزي، وحال تعثر الصفقة فأن البديل هو أحمد سيد زيزو في الوقت الذي يرغب نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع طارق حامد. ونفس الأمر فهناك لاعب آخر مرشح كخيار أول بالنسبة لهم، وحال تعثر الصفقة فأن البديل بالنسبة لهم هو طارق حامد. أهلي جدة والاتحاد يرغبان في شراء الثنائي بشكل نهائي من يناير ودفع مقابل مادي للزمالك. مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور استقر على حل أزمة عقد شيكابالا عن طريق إضافة بعض البنود في العقد لتعويض اللاعب عن التلاعب الذي حدث في عقده، مما تسبب في قلة المقابل المادي الذي يحصل عليه شيكابالا في الموسم الحالي. وأكد المصدر أن مسؤول الزمالك سيقومون بإضافة ملحق للعقد خلال الفترة المقبلة لحل أزمة ضعف المقابل المادي الذي يتقاضاه شيكابالا حاليا كحل مؤقت بشكل قانوني. كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام الإدارة بتحويل راتب الفرنسي باتريس كارتيرونا المدير الفني للفريق في حسابه البنكي صباح أمس، وأكد المصدر أن الإدارة قامت بإرسال إيصال التحويل إلى المدرب عبر الإيميل، بما يعني أن الراتب تم تحويله بشكل رسمي وستكون موجودة في الحساب خلال ساعات. وتنتاب مسؤول نادي الزمالك حالة من الغضب الشديد تجاه المدرب الفرنسي بسبب قيامه كل شهر بإرسال عدد من الإنذارات إلى الإدارة عبر الإيميل للمطالبة براتبه. اتفق مسؤول نادي الزمالك مع الإيفواري رزاق سيسي لاعب الفريق على تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب منذ عودته من الإصابة. كتب رؤى عبر ستوري على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: من أسوأ الابتلاءات اللي البني آدم بيتحط فيها إن ربنا يجعله ذو منصب وذو قرار، وهو يظلم الناس ويأكل حقها ويحط القواعد بمزاجه ويوعد الناس بحاجات ويخلف بيها، والمشكلة إنها ساعات ما يكونش مديرك في الشغل، لأ ده واحد جه عشان يسير أعمال لحد ما المدير يرجع الشغل تاني، فاللهم انتقم من كل واحد بيظلم حد ويأكل حق الناس وما بيديش للناس حقوقها. قرر مركز التسوية والتحكيم تأجيل الدعوة المقامة من جانب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق ببطلان إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، وجاء تأجيل الجلسة إلى يوم 18 من يناير المقبل. أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أنه إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21/12/2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة
بعد بند انتخابات مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوم من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط، فبذلك يكون عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 11/2/2022 بمقر الزمالك ووفقا لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذ له. أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أمس في بيان رسمي إصابة سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بفيروس كورونا، وكتب الاتحاد التونسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أثبتت اختبارات كوفيد التي أجريت على اللاعب سيف الدين الجزيري أنها إيجابية. من الأخبار العامة، مجدي عبد الغني مؤكدا أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مباشرة مع المغربي أشرف بن شرقي جناح فريق الزمالك من أجل ضمه عقب انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري. وأضاف عبد الغني خلال تقديم برنامجه ملعب البلدوزر عبر شاشة الشمس أن كل ما يدور حول اقتراب بن شرقي من الانضمام لصفوف الأهلي مجرد كلام ليس له أي أساس ولم تحدث مفاوضات رسمية بين الطرفين. وتابع البلدوزر أن أحد وكلاء اللاعبين توسط من أجل انضمام بن شرقي لصفوف الأهلي، إلا أن اللاعب تحفظ على الأمر وأكد أن رغبته الأولى الاحتراف الخارجي في حال عدم التجديد للزمالك. دخل الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي دائرة اهتمامات ليل ومارسيليا في شهر يناير الحالي، وبحسب صحيفة تركية فأن مصطفى محمد على رادار ليل ومارسيليا للرحيل للدوري الفرنسي في الانتقالات الشتوية الحالية. وأشارت الصحيفة إلى أن جالاتاسراي حدد مبلغ 10 ملايين يورو لإطلاق سراح مصطفى محمد صاحب 24 عاما. أحمد شوبير: ناس كتير بتتكلم عن مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي ومصطفى فتحي، ولما سألت في القصة دي قالوا لي موسيماني لسه ما طلبش عايز مين. وتابع شوبير: الأهلي منتظر إشارة موسيماني، واللي هيشاور عليه النادي هيتعاقد معاه خاصة لو عقده خلصان ومن حق الأهلي قانونيا مفاوضته. وفي الأهلي قالوا لي ده مش خطف، ده حقنا، لاعب عقده انتهى ومفاوضاتنا معاه قانونية والمدرب طلبه يبقى ليه لا. وأضاف شوبير: لو موسيماني طلب تعاقد الأهلي مع مصطفى فتحي سيكون رد مسؤولي الأهلي عليه جاهزون لإنجاز المهمة. سيف زاهر: أشرف بن شرقي اتخذ قرارا نهائيا بعدم تجديد عقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث سيخوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل. وأضاف بن شرقي: وقع لأحد الأندية قبل عودة مجلس المستشار مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض، مضيفا: بعض المقربين من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في فريق الزمالك أكدوا له أن بن شرقي أنهى اتفاقه مع أحد الأندية الخارجية. وأكد سيف زاهر أن اللاعب المغربي لن يلعب في النادي الأهلي، فهو قرر عدم اللعب في الدوري المصري سوى للزمالك حتى لا يخسر جمهور القلعة البيضاء. أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن انتخابات نادي الزمالك في الجمعة الثانية من شهر فبراير الموافق يوم 11 فبراير 2022 على يوم واحد وفقا للائحة الاسترشادية. وقال: الوزارة هي الجزء الأخير الذي يجب أن يرى كل الأشياء، وهناك قانون يحدد الصلاحيات. مرادفا في هذه الفترة وضحنا وصرحنا باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وأشار: لم يأتي إلينا أي شيء بتجاوزات مالية داخل النادي الزمالك، متابعا تقارير الجهاز المركزي والتقارير الموجودة تم تحويلها لجهة الاختصاص، وليس لدينا تعليق ولا نحكم على تجاوزات أو لا. وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: لم يأتي إلينا ردا من الجهات القضائية بحدوث تجاوزات مالية في نادي الزمالك. من أخبار المنتخب، شهد تدريب المنتخب الوطني أمس انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي والنني ومصطفى محمد، وينتظر أن ينضم اليوم كل من محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجي لتكتمل قائمة 25 لاعب المسافرين يوم الجمعة المقبلة إلى مدينة جارو الكاميرونية عبر طائرة خاصة للمشاركة في نهائيات الأمم الإفريقية. المنتخب الوطني أدى ميرانه في 10:30 صباحا بالملعب الرئيسي لاستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعب، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية. حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نسب الحضور الجماهيرية في مباريات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير. وأوضح كاف في تعميم الاتحادات المحلية أنه نظر للظروف الخاصة بفيروس كورونا، فإن ملاعب مباريات فريق الكاميرون المستضيف ستشهد حضور 80% من سعة الملعب، أما بقية مباريات الفرق الأخرى ستشهد حضور 60% من سعة الملاعب.
بس كده، ودي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده. نتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. لو عجبك الفيديو ده اشترك فيه اخبار اسود الزمالك عشان يوصلك كل الجديد مننا.